معكم الفنانة الإماراتية التشكيلية لطيفة بنت عيسى، مهندسة ديكور، وعندي كذلك خبرة في الفن كموهبة ربانية. بدأت مسيرة الفنية من الصغر، وإلى الآن حاولت أن أدمج بين الفنين الذي أمتلكهم، فن الديكور وفن الرسم. وجدت في المرآة جمالية جداً في إضافاتها على الرسم، فكانت المرايات تعكس بالنسبة لي العقل الباطن للإنسان والأحاسيس والمشاعر. كثير من الفنانين المشاركين أبدعوا بإظهار لوحات جميلة، كذلك الأمسيات والفعاليات الموجودة في المهرجان شجع أن العائلات تدخل إلى هذا المكان الجميل هذا وتشارك فيه.